السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. شو بقولكم؟ ما يبالي كلام، ما يبالي كلام، ما يبالي كلام. شو بالله عليك مازين يلسى بارحة مسان أهلك ويارسة أهلك بتعيش بقعتي هنا. وهذا الشباب كانوا ياسين يوم كان في الليل، يوم في الليل بارحة هاي تفيزيرتي هنا هناك، وصورت لكم هنيا ورويتكم هاك المكان اللي يجنن وياخذ العقل. الله يا ابوكم ينك، ما ودك تفارج هالبقعة ابدا، ولا تحترج ولا تظهر ولا تسير ولا تي. ما تشوفوني اي عاني من اخر الدنيا 250 كيلو على هالمكان الفنان. اي ابوكم حق هالمكان الهادي اللي ماشي شراته. ها اسمعون بالله عليكم، تسمعون أنبوني ما أحب الهدوء، أحب الضوضاء والقرقعة والصخب. يغير بعض الأحيان أحب الهدوء، أحب السكينة، أحب ما تسمع حس ولا قرقعة ولا صدع تزعجني، حتى حس يزعجني، حتى حس الديلم، حس الديلم يزعجني. والهوفر هاي مال ليه يغسلون ليه في البيوت مكينة، يلا تخليني يظهر من ديوان عقلي وما أسمعها. حسبتي في البيت عدنا اي وقت انا جالس في البيت ممنوع يشغلون هالمكينه هاي اللي يخموها الهوفر. الهوفر هذه ما داني اسمع صوته. سبحانك يا رب. كان حد يتضيج من الهوفر مال المكينه في البيت. انا مرلو جود مورنينج وهي ستر محل أظن هناك وفول وجبن وما تشكايل. هاي اليسا أقولكم وايد فنان، وايد فنان. سبحانك يا رب، يا الله يا رب تحفظها من دار. لا الوقت صفو، شوف الجو صفو، شو قاعد الدنيا صافي، لا شيء غبار، لا همك الله، لا هم يحزنون. شوي هات وين تبين والصير يوم يوم اليوم شوي اكثر صفو تبين الصير يزير تصير بنياس. هلا الكميل تبعد تصير 25 كيلو من هني تبعد وتبين واضح مرة وضوح الشمس ساعات أغلب الأوقات. يعني أبوي ترى ما دشينا البحر، متفيزرين أنا أبو محمد توسل. ها شو الشغل وين اليوم؟ بيسوون منامة على هالأساس ما سار أبو محمد، هو يا عماله يهندس بيسوون منامة هني بعدين يرزون المربع ويسوون بيصور. كم ارتفاع ابو محمد؟ ارتفاع 6 متر. الارتفاع 6 متر؟ لا مترين وفوق عندك مترين وشويه. ايوه المترين هاي لك فوق حق مظله جملون. نعم زين. لك ما بشرت مظله تقوم اخوك؟ لا صغيره هذه. هاي ايش كم بلاد من كبرها؟ صغيره هاي 5 في 4. هي ما تسوي الا زين يا ابو محمد. مشاهدين البحر ولا فنيا ساير فنيا الياي. وهذا الفيفاي انتاج مدينة محمد بن زايد. شو ما شاء الله شكر ريج تفنيل. مشاهدين هالبحر ان شاء الله. على طاري مشاهد البحر، مشاهد شو بعد مشاهد مشاهد البحر، بخبركم عن قصة الله يحفظكم استوت في بيتنا في البطين، بيت يوم بيت حياة الوالدة قبل ما أبني أنا وأظهر. بعد من زمان حول من 12 سنة لو 13 سنة أنا تحولت الحين من 10 سنين، وقبلها بعشر سنين يعني حول من 20 سنة السالفة، ما بين 13 أو 23 سنة. عندنا الله يحفظكم واحدة جاية من أثيوبيا، حب أثيوبيا أريتيريا، من أريتيريا خدامة اسمها حليمة، وطلبناها ووصلت المكتب. يوم سرنا نجيبها ما طاعتتي
قالت انا ما بحترج لازم تجيبوا لي اللي جايه انا اشتغل عندها. هي مشتغله كانت في حليمه هذه لفت الكون كامل، ما خلت بلاد ويانا ما سارت ويا حياه امي علاج امريكا وديتين وسويسرا والمانيا ولندن، وما خلت بقعه طول فتره السنين اللي يا سعدنا كل سنه حياه امي تتعب من شيء وتطير يعني علاج. المراد ما بهذا الموضوع، الموضوع الله يحفظكم يوم وصلت هاك الايام انا داوم في الجهاز، في جهاز وظيفي الاستثمار تحرون يسمونه، المراد كلهم واحد كله في خدمه البلاد. يوم وصلت المكتب قالت لازم تجيني راعيه البيت انا المكتب، قبل ما تجيني انا هبي ايتنهم ما بيايه ما بظهر من المكتب، واشهد ان عزروا على ماي الله يرحمها بكرسيها ويلتشير تصير ليل المكتب عسى بتشوفها حليمه تشتغل عندها. ساروا بها المكتب، انا ما سارت بها ام محمد المدام، سارت بها ابوي ليل المكتب بكرسيها وشافوا حليمه واتفقوا وياها. قالت انتم مسلمين؟ قالت كيف ما مسلمين؟ انت في الامارات نحن ديانتنا الاسلام، كيف يعني ما قالت لا ما بمسلمين ما بنشتغل عندكم. اشهد ان حليمه مسكرت من الاول دينه كانت تشتغل حرمة عود بعد هي في العرب هاي لاك ايراننا كانوا، وتوفت الحرمه وسفروها بلادها وعقب نحن يبناها. انزين خلي اكملكم السالفه الحين يسمونه بوعوشه وانا الحين بخرب علي السالفه لازم بعد لكم اياها السالفه. المهم سالفه حليمه الله حليمه من نوع المدين، مدينه زياده على اللزوم، لكن انا فقيره غمريه ما عندها زود عرف يعني من هل الله فقيره يعني ما في الطواف مثلا يوم وديناها العمره كان ودي ما تطيع تسعي، انا تعبت بس اللي علي انا طفت ولا السعي انا ما في اسعي، واشهد ان وديتين تغايض ولا تكمل السعي. وعقب يوم خبروها المشايخ هناك انه ما يستوي لك ولا لا، وعقب وافقت وكملت السعي. سعت ويانا وديتين شوطين ولا في الطواف طافت كامل، لكن وقت السعي خطفت شوطين وعقب قالت ابوي انا ما اريد. قلنا لها كرسي؟ قالت لا كرسي ولا قيره، من نوع اللي تصنفر. زين المراد ما بهذا الموضوع. جيت الخدام في الليل هذا نحن في طرف البيت هاك الوقت عندنا شبش شبره على الشارع الرئيسي كلنا يعرفها في البطين ويميع البقر، وكل ما تكون بقره مدني عزلناها على يمب اظهرناها خليناها تحت ظله اللومي هناك في طرف البيت، وحياه ما يدزونها على الكرسي من باب الفله يودونها عند البقره طالع هالصبح. انزين الخدامه حليمه وصلت في الليل، اصبحت الصبح تدز امي جدا وين؟ جدا البقره. استوضحها عدان الظهر مايه مايت من جدا البقره، ترى ودرت مايه ابوي بكرسيها وظهرت من البيت. ندور حليمه ندور مايه، مايت لا حليمه ولا مايه. انا في الدوام وجيت كرت اطير يوم جيت، لان ماي فقير تام ابوي هناك في نص الزراعه وحليمه محد. دورنا حليمه شرق غرب مني يلسنا وقيلنا وعينا من الله خير. يوم عدانا العصر العود سرنا المكتب انت خبرهم ترى حليمه سارت عندهم. قالت ابوي انتوا قلتوا لي انتوا وديني عند ناس مسلمين، ابوي هاي الناس ما بمسلمين، هاي الحرمه ابوي على كرسي وانا سرت له هناك وترفع يدها وتسوي دعاء حق البقر. نحن ما حد يسوي دعاء حق البقر، حياه ما تدعي ان يا الله يا رب تسهل عليها، يا الله يا رب تجعل البركه في لبنها وتزيد درها، شي تدعي فقيره. وهاي تبوي تتحرها نحن هاليتنا يعبدون البقر، ويا الله يا الله قم عاد اقنع حنا نحن ابوي ما حد يعبد البقر. ورديناها مره ثانيه وكملت عد حول 27-25 سنه لين توفت حياه امي وهالحليمه عندنا، وعقب عرست وخذها واحد من هالبريمي ما يندرى عاد خلاص شو استوى، هل هي حيه ماتت ما يندرى بها وين.
هاي سالفة حليمة. الله يحفظك، الله يحفظك يا صلاح. العفو، سلم سلم على خالد، سلام وايد زين، ويا مرحبا بك. اي يوم بتينا يا مرحبا، يا مرحبا يا مرحبا، سلم سلم، مع السلامة يا صلاح. البنغالي هذا ابو سوده متعني ومتصرف على هالفلبيني، الفلبيني رقم واحد خدمته، يخدم كل شيء زين. وهذا البنغالي ابو سوده الاستاد، استاد استاد الله يعز الملك، شو بقول لكم، قرب الله تعالى ابو سوده، والله العظيم انه قابض لاعب في الفلبيني لعبه الذين كفروا. ها؟ يجيب الايفون، قال هذا ما في زين، والخساره فلوس سوينا. واليوم يبنى له جلاكسي اللي هو طالب منه، قال كيف جايب الجلاكسي وما جبت وياه شو بطاقه يبه بعد، هب اللي يبه تليفون وبطاقه. رب الله تهب سوده. تدربي وين ساير؟ ساير الله يسلمكن عند سلمكن ساير الله يسلمكم عند متو بنت خبره شيء عندهم ولد الولد لولا. نحن ما عدنا، نحن عدنا صافي وجش وخباط، وابو محمد متهلع على ولد الولد يبون يسوون قشيد. هل انه متوفر عندكم مرزوق لولا؟ مرزوق محد، سايرين البحر داشي من الصبح، ومتو موجود ويا يحيينا شاوره هبه شاوره اطالع كان شيء عندهم ولا ما شيء. هاي رب الله انت. السلام عليكم، كيف الحال؟ ها متو شو اخبار؟ شو عندكم ولد الولد؟ يريور؟ يريور لا والله ما حصلت يريور؟ والله شو غداكم اليوم؟ هذا تنار. هذا منو؟ هذا؟ هذا قناع. وهذاك؟ هذا ثاني سيرت. وهذاك؟ هذا تباك. تباك ولي خالد؟ قدير. قدير؟ ايوه. متو نعم ثانك يو ما لقطنا عندهم ابوي، ما شيء عندهم، وين بنلقط الحين ولد الولد؟ ما بود الولد يريور يبا هذا شويه بنقطه سوداء. سوي قول انت ليش سوي غزل كم مره؟ خلفان حرموس. ايه هذا الماركتينج ابدا. كم سنه انت داخل الامارات؟ 45 اخي. 45 ما شاء الله. اي وقت اجي حق من ديوه ما في شره ما في شيء، كلش رمل. تشتغل ما في شيء؟ شو تشتغل؟ شو تشتغل؟ اشتغل مصنع تابوك. شو تسوي؟ بس تابوك سوي وبسوي بي انا تراب. تابوك تراب من هذا تراب ويسوي تابوك. يعني تغش الناس تراب أول ولا خلطه مال هذا خلطه زادهن طاحن البيوت الاول؟ بيوت ليوه كله من عنده من اليوم. اي وقت انا اجي من اليوم ما في شيء مره والله. بس ما صنع مال طابق عندك انت؟ اي اول مصنع من بطي ملاح عنده. بطي ملاح دربيش. هي دربيش ملاح. ايه دربيش ملاح ولد مرسالم. هي المنصوري. المنصوري هي ها كفيل مالك الاول؟ لا مش كفيل. ها كفيل مال انا هذا مال علي سالم سيف كبيسي. هي شيخ حاد الحمدان مسوي له. هي هذاك بيسوي بيت من اليوم. هي انا اتي سامان. سنة كم؟ ها؟ اي سنة؟ ولا سنة ما يعرف. 80 سنة 80 ليسن. كيف ياخذ ليسن انت؟ ليسن؟ ايه ليسن من دريول؟ ايه دريول. انا رمي ناكل هو؟ انا ودي سامان بعد واحد يمتي من هناك شرطة ويقال لك نواب وسوي تليفون ويقال لك نواب تعال انت في جيب سامان. انا يجي من هو هذاك في شارع من الشرطة. انا مرور. انا اقول لك انا مايرو ويقال لك ليش؟ انا اقول لك في هذا شرطه. ويقال لك روح شو مشكل؟ انا اقول لك ما ينقل يسار.
بعد ليش انت السياره السوكيني ليل ونهار وانت يجيب سامح؟ انا قلت له قال لك لا من كن انت في فيزا؟ انا قلت لك اي في فيزا. قال لك جيب بتاعك. انا اعطيك بتاع قبلهم. بعده قال لك تعال من اكمل ابو زبي انا روح من اكمل ارباب. هذا الشيخ احمد بن عمرو ياخذ ليسن. اعطوك ليسن؟ ليسن مال واسطه يعني؟ لانه الحين ما يعرف يسوق. قول ما يعرف سوق. انت عارف انت شو ماله؟ انت بدو. انا ما يعرف سياره. تعال انت سوي بيل هذا. انا ما يعرف. يعرف شو بلادك انت وين؟ انديان ولا وين؟ الهند؟ هندي ولا بنغالي؟ منو؟ انت؟ باكستاني. ها؟ باكستاني بتاني. والله؟ انا فكر انت باكس هيد بنغلاديش. امريكي امريكي هذا شكل مال انت مال بنغلا. انت ممكن مخماش شرب وسكيا ولا شو؟ وسكيا. شكرا شكرا جزاك الله خير. مطوع انت هذا انا مو نسوي كلام. مشتون هذا وين؟ ما في مطوع هذا. ها مطوع انت يقول لا لا مطوع يخاف من الله مسلم ولا ايه وقران ما يعرف يقرا. الحمد لله معلوم قران. ها يقرا قران؟ ما يعرف يقرا قران؟ لا ولا ما يعرف. ليش كيف مسلم عيل؟ بس مسلم اخي مش هذا ما يعرف اي واحد نفر ما يعرف قران هو ما في مسلم؟ ها شو عيل؟ كيف انت تصلي؟ ما يعرف ليش ما في تعليم؟ تعليم طابوق ما في تعليم قران؟ انت سوي تعليم شوف علي سالم خليه يسوي تعليم. منو؟ علي سالم طوع كبير. تطويج علي سالم. علي سالم الشيخ مش مسخره. أرباب كبير. إيه الشيخ هذا من هنا من كوباسان. مرزوق مرزوق. مرزوق مرزوق ناطور. يا الله. كم سنة؟ شوف خالد ها طاقة صيفية اثنين. كم سنة هاي؟ أي وقت. أبيض وأسود. الدنيا أنا مسلم الحمد لله. قبل أنت تشوفي كريستين؟ لا. ها؟ لا لا لا. شو عيب؟ أبوه وجده وهذا وكل شيء مسلم الحمد لله. كيف مسلم ما تقرا قران؟ أنا أنا زين مع غزل معلوم؟ لا غزل ما في معلوم. كيف ما في معلوم؟ زين جيب جيب قصيدة قصيدة أي قصيدة؟ يلا يلا سوي واحد غزل يلا. مال فلبيني قصيدة مال أول فلبيني. أول أنت معلوم ما فلبيني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله أقول لك أنا. إنجلش إنجلش. شباب غدا 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 ما تاكل سمك؟ مشكور انا خلاص غدا غدا طلع صلاة. كيف خلاص؟ انا من لا 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 ما يستوي. لا مشكور انا خلاص غدا يا اخي. انا يجي من اكمل من القياسي. من القياسي متغدي؟ ايه هذاك بيسوي غدا يجي من اليوم تاريخ من القياسي. انا ابو غدا انا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على خيط على خيط على صيد مرزوق ما شاء الله خباط رقم واحد. حسوه هاك خدمه كله ابوي. ها خدمه قوم مرزوق اليوم ها كله غدا قوم مرزوق. بلعك وين وين ضارب على المحايا؟ هذا الشعري في ذمتك؟ نعم صغير هذا صغير ولا ضارب معايا وسيطي. وهذا الريشه بدون شيء بالريشه سولي. نعم يا سلام خرف الله تنواب ما يبي سمك يبي لحم. يا سلام يا سلام يا سلام اصليه. ايه كود ابوي شوف صافي ها صافينا هذا المقلى هذا المقلى هذا المقلى ما شاء الله تبارك الله. هذه انا بسير وين صاير وين صاير الحين هذا الريال؟ سير من ليوا. ليوا في بيت هناك انت؟ ايه بيت حرمه بيبي؟ لا وين حرمه؟ ليش؟ 40 سنه ما في حرمه؟ كيف يجلس داخل الامارات ما في حرمه 40 سنه انت؟ بس واحد سنه يجلس هنا يروح جود حتى النار. ايوه كم يجلس داخل البلاد؟ كم؟ 6 اشهر من اكمل بلاد. لا لا اعطيناه النواب واحد سنه. ايوه ولا سنه ونص لا ولا سنه مثلا. نواب بني ما شاء الله ما شاء الله. طنكم بيقيل والله ولا اللي الله كاتب انه كله زين. لا 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 سمك اليوم خلونا. هي هي يا سله يشبرها ويذرعها هالمنامه. الحين خليها مرتفعه. هي 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 بس قامه قامه. لا 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 قامه قامه ابو محمد. لازم الحين نسوي لها اكستنشن. ما يبى فوق. خلاص فوق لاحجين على الاكستنشن. خلها شي قامه طول الرجال.
حق تحت هلال تازم كشفه مش مسكره. لا لا مش مسكره. هي هي بس عليك يا ريال عيونك عيونك. هذا الخصيفي له وليف وليفه وياه 24 ساعة من كم سنة هلال؟ من سنين ولايف اثنين واحد أبيض واحد أسود من الصبح اثنين تنضربة وحين أشوف الأبيض والأسود ما أشوفه عاد ما يندر الشين نثية وشو الذكر منهن الله أعلم بهن شفته شديد كم أبهو الذكر هذا هي والله الصبح يلوبون الأول فوق فوق لسائرات يا عيال سائرات يا عيال الحين بسويده ما أشوفه وهاي الأبيض موجود شوفوا بالله عليك وين قارب يا قربنا هني حليلة شوفوها كويا شفتوا طع وين حل ربا ما تهين أظن متناقمين واللي يدور وليفته ما شافه البيضة بوياي وين صكيت انت هناك صك قب هناك بنص البحر لا الأسود سبحانك يا رب هذا يدور عاد حير بيعته البيضة ما حد أبويا ما حد ما حد إيه هذا وين ينح طع وين حل دي عاد ويني حرمك حرمك ويني ييت انت شطارة الطيور برزاقها ابويا تبالي وصلونا احش علي يا ويلك لا وين شيب هذا متى هذا مكمل 8 سنين لك طار 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 تروع على عمره يدور حرمته فقير وين بيحل عنده؟ غطى ابوي ما ما اشوفه. رايح له كي طارق. هي والله كانها ويت قاودن. سبحانك يا رب. رد يا رد دنياي ها. ها قارب الله الحرمه مقوات 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 شلت ابوي الريل. ردت له؟ لا زعلان عليها. متناقمين شي بينهم ابوي لا تحمليت رضين بلي رضوة اها الاول لازم الرضوة كدلك والله يهلال السنين اللي اختفت الاول اللي بتزعل تطمح بيت رايلها ما يرضيها رايلها الا بكدلك كدلك لازم ما ادري شو السر لو ما يدانوا الكدلك رضوتهم لازم كدلك اي والله الحين وين بنت لي ورز ريز وما ادري شو وزومة مطعم زومة المطعم بعد مطعم اليوم الا مطعم امره هين تعشيها بعد تعشيها الجن شو يقول الشاعر تليفونك سكر وخطه يعلها تتصلح خطوطه لا ترى هم مني الغلطه غلطه عندي التثبيت وشروطه يا من هو رط ورطه في هواهم ضيعوا شوطه تهت سابح في بحر شطه غارجل في غبه شطوطه مط قلبي من الحشا مطه واصبحت لي روح ممروطه